الأخبار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع فودافون البريطانية اللي أوضحت أنه أرباحها الأساسية رح تتراجع سنة 2015 بسبب حاجة الشركة للاستثمار بأنشطة مختلفة. سجلت فودافون ثاني أكبر شركة للهاتف المحمول بالعالم انخفاضات قياسية بالإيرادات الأساسية خلال الأشهر 18 الماضية نتيجة التنافس مع عدة شركات أوروبية وتخفيضها للأسعار اللي فرضتها الجهات التنظيمية وتراجع عدد المكالمات بالفترة الماضية. أما تراجع الأرباح لسنة 2015 فهي رح تكون نتيجة ضخ نفقات ضرورية على شبكتها لزيادة السرعة والتغطية. ونقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة فبيقول أنه المجموعة سجلت أداء قوي بالأسواق الناشئة، أما بأوروبا فبرغم الضغوطات التنافسية والتنظيمية رأت مؤشرات مبكرة ومشجعة. وبأوروبا أيضا ارتفع معدل التضخم بالمملكة المتحدة بنسبة 1.8% بشهر نيسان مقارنة ب 1.6% بشهر أذار حسب مقياس مؤشر أسعار المستهلكين. بحب شير إلى أنه هيدي أول مرة بيرتفع المعدل من 10 أشهر لهلأ. من أسباب الارتفاع تكاليف النقل الباهظة من ضمنهم السفر عبر الجو والبحر بفترة عيد الفصح المجيد. بالرغم من هالزيادة ما زال معدل التضخم تحت معدل التضخم يلي حدده مصرف إنجلترا والبالغ 2%. ومننهي مع مصرف أبوظبي الإسلامي يلي حصل على موافقة الجهة التنظيمية من البنك المركزي الإماراتي لشراء قسم عمليات التجزئة التابعة لباركليز بمنطقة الإمارات العربية. ومن أبوظبي لبنك دبي الإسلامي يلي رح يشتري حصة بنسبة 25% من المقرض الإندونيسي بانينسياريا بهدف التوسع بأكبر أمة إسلامية من حيث عدد السكان. وبموجب الاتفاق رح بيتم إدارة بانينسياريا من قبل بنك دبي الإسلامي والمصرف العمومي بإندونيسيا معا مع إبقاء الأخير مساهم مسيطر وفعال. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكره.